يا وادي النيل يا أغلى أمانينا، يا حبنا يا لقاء بين أهلينا، عاشت أخوتنا تحمي عروبتنا، وعاش في قمة العلياء وادينا. هذا منذ أمد بعيد شعار إذاعة وادي النيل، هذه الإذاعة التكاملية الثنائية غير المسبوقة في العالم، التي انتبه لها رواد العمل الإذاعي في البلدين. الإخوة الكرام، الكلمة الآن لسعادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه لكم جميعا بكل التحية وكل التقدير وبكل الاحترام، والحقيقة أنا حرصت أن أنا أكون موجود معاكم، وأن أنا كمان أحمل إليكم من أشقائكم في مصر التحية والتهنئة. لازم تكونوا متأكدين ان احنا سعداء جدا لحواركم وتواصلكم والنتائج الإيجابية اللي تحققت للأشقاء في السودان. يجب ان تعلموا ان أشقائكم في مصر يتمنون لكم كل الخير، كل السلام، كل الأمن، كل الاستقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والأخ العزيز عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، فخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد ورئيس الاتحاد الإفريقي، فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فخامة الرئيس يوري موسيفني رئيس جمهورية أوغندا، السادة أمناء المنظمات الإقليمية والدولية، السادة الوزراء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أعرب عن بالغ سعادتي لوجود اليوم بين أهلنا من أبناء السودان، لأكون شاهدا على هذه المحطة الهامة في تاريخ السودان الحديث، والتي جاءت بمبادرة كريمة من فخامة الرئيس البشير، وبعد جهد كبير بذله كافة الإخوة الأشقاء في السودان لإجراء حوار وطني يجمع مختلف أطياف وكيانات المجتمع السوداني، ملتفين حول زعامة قوية ورؤية ثاقبة وهدف مشترك لإعلاء مصلحة السودان وتحقيق السلام والاستقرار في ربعه. أخي الرئيس، السيدات والسادة الحضور، لقد أولت مصر دوما أهمية كبرى لعلاقاتها بالسودان الشقيق، وهي الدولة الشقيقة والجارة التي تجمعنا بها حدود مشتركة وترابط ثقافي واندماج بشري فريد من نوعه يضرب بجذوره في أعماق التاريخ. في هذا الإطار تحرص مصر كل الحرص على تكثيف التعاون مع السودان والعمل على ترسيخ المصلحة المشتركة في شتى المجالات، بما يسهم في تعزيز مساعينا نحو التنمية والرخاء، وبما يحقق الأمن والاستقرار لشعبينا وشعوب المنطقتين العربية والإفريقية. وأود أن أعرف في هذا السياق عن سعادتي وارتياحي لما انتهت إليه من نجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت للمرة الأولى على المستوى الرئاسي في القاهرة خلال الأسبوع الماضي.
وصولا إلى التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأثق في أننا سنبني على ذلك النجاح سويا صوب مزيد من تعميق هذا التعاون الوثيق وتوسيع حجم المصالح المشتركة بين بلدينا. فخامة الرئيس، لقد دعمت مصر كافة الجهود التي بذلتموها لإرساء الاستقرار والسلام في أرجاء بلدكم العزيز، وكانت مصر من أولى الدول التي رحبت بدعوتكم لإقامة حوار وطني مجتمعي شامل يجمع كافة الأحزاب والحركات والكيانات السياسية والمجتمعية في السودان، ويعمل على ترسيخ بنية الدولة السودانية الحديثة القائمة على مبادئ المشاركة والديمقراطية بما يكفل الاستمرار في حماية الحقوق والحريات، ويسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة المواطنين السودانيين. كما رحبت مصر بمبادرتكم الكريمة بالتوقيع على خارطة الطريق المقدمة من آلية الوساطة الإفريقية في مارس الماضي، وحرصكم على الاستجابة للمساعي الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء السودان، وتأكيدكم على الترحيب بفتح باب الحوار لكافة القوى والفصائل السودانية. أخي الرئيس، إنني إذ أشيد مجددا بشجاعتكم كرجل دولة أشيد مجددا بشجاعتكم كرجل دولة في اتخاذ القرارات المصيرية التي يكون من شأنها الحفاظ على مصالح السودان العليا، وإذ أنوه بالتقدير بمبادراتكم الوطنية من أجل العمل على تحقيق وحدة الصف السوداني، لأثق فأن حكمتكم المعهودة ستمكنكم مجددا من حشد كل القوى المخلصة لأبناء السودان واستكمال الطريق باتجاه تحقيق ما تم التوافق عليه في إطار الحوار الوطني من العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تستأنف جهود تطوير الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإشراف على عملية الإصلاح الدستوري بما يضمن تحقيق آمال الشعب السوداني في الاستقرار والسلام. أخي الرئيس، السيدات والسادة الحضور، يطيب لي في ذلك السياق أن أنوه بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم السودان لاستعادة استقراره، وأن أؤكد دعم مصر التام للجهود التي تقوم بها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس تابو مبكي. كما أضم صوتي إليكم فخامة الرئيس في دعوتكم لكافة القوى المخلصة من أبناء السودان لدعم جهودكم لإيجاد مجال سياسي أرحب ومظلة سياسية متفق عليها يتحرك في إطارها كل وطني يبتغي تحقيق آمال أبناء السودان، وكذا دعوتكم لكافة الحركات للالتحاق بهذه الجهود بما يتيح لأشقائنا السودانيين في دارفور وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي كافة ربوع السودان أن ينعموا بالسلام والرخاء، وبحيث يكون أهل السودان جميعا على قلب رجل واحد متجهين معا لتحقيق ما تم التوافق عليه من إعلاء لمبادئ المواطنة باعتبارها أساسا للحقوق والواجبات المتساوية لكل السودانيين واحترام حقوق الإنسان وحمايتها والفصل بين السلطات، وأن يلتف الشعب كله حول جيشه الوطني، وبما يتيح لكل الأشقاء في السودان أينما كانوا أن يعيشوا في كنف وطن موحد تعلو فيه الهوية الوطنية السودانية على ما عداها في ظل استقرار سياسي واقتصادي، وفي ظل الحفاظ على الشرعية الدستورية الجامعة التي تنبع من إرادة الشعب. هذا، وأود أن أشدد في هذا السياق على استعداد مصر للقيام بكل مسعى ولبذل كل جهد بهدف دعم كافة السودانيين للمضي يدا بيد في هذا الطريق. أخي الرئيس، اسمحوا لي في الختام
أن أهنئكم مجددا على هذه الخطوة الهامة في سبيل تعزيز استقرار السودان ورخائه، وأن أؤكد لكم دعم مصر الكامل للسودان الشقيق العزيز على قلب كل مصري، وحرصها الدائم على تحقيق السلام والتنمية والازدهار في ربعه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.